يعني يعني لما تقرير وزارة الصحة للإصابات اليومية يبقى صفر نبتدي نقول كده احنا ونقعد عدينا. فترة ونقعد فترة كويسين، ومرة واحدة جات لنا إصابة تاني. بس أنا عايز أقول بقى بوينتس مهمة أوي، الموجة التانية محدش واخد باله هتيجي عاملة إزاي. ممكن يحصل تحور لفيروس كورونا، التحور الموجود فيروس كورونا ممكن يكون أشرس من الأولانية، بس نخلص من الموجة الأولى. لأن أنا بقول إن الموجة التانية ما تتقالش عليها كده، هو استمرارية للموجة الأولى. يعني اللي احنا فيه ده ما يعتبرش موجه تانية، لا ما نقدرش نقول. لا لا، ده استمراريه الارقام زياده تنزل وتعلى. وارتفاع، هو كيرف زياده وارتفاع في عدد الاصابات اكوردنج تو، على حسب هل بنتخذ اجراء صح، اجراء احتراز صح ضد فيروس كورونا ولا لا. لو ما بنتخذش ومش واخدين بالنا ونسينا هتزيد الاصابه، لكن هنقول عليها لسه امتداد لمين؟ الموجه الاولى. برافو عليك، لكن مش هقدر اقول ان الموجه الثانيه تمت الا لما تكون الموجه الاولانيه خلصت.